إذن كما نشاهد بأصنع أمامنا القصف الكثيف والعنيف من قبل الطائرات الحربية الروسية والحربية التابعة لقوات النظام، بالإضافة للبرابين المتفجرة تستهدف المنطقة بجنوب شرق بشكل عام، مناطق قميناس والنيرة وسرمين وآتس وغيرها من المناطق، مع محاولات لقوات النظام بالتمهيد الكثيف والاقتراب من بلدة الترمبة التي تقع غرب مدينة سراقب. إذن هذه الأجواء كما نلاحظها وهذا القصف الكثيف من قبل هذه الطائرات، بالإضافة للقصف بالمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ التي تمشط هذه المنطقة بشكل كثيف وعام جدا. هذا الحال هو منذ ساعة الصباح وحتى الآن مستمر، حتى الآن ما يقارب 300 طلعة جوية ومئات الصواريخ من الراجمات والمدفعية الثقيلة على هذه المنطقة كما نشاهدها بهذا التمهيد الكثيف من قبل الطائرات التي لا تخلو من الأجواء أبدا. معز عباس، شبكة بلدي.